النهاردة كان في اجتماع مع السادة المديرين. أنا أول حاجة هقول لك النجاح النهاردة لو إحنا كنا نجحنا فإحنا نجحنا بيهم، ما نجحناش لوحدنا، مفيش حد بيشتغل لوحده أبدا. هو فريق عمل محترم جدا جدا، فريق عمل الجميل فيه اللي هو بيجمع بين الخبرات وبيجمع بين الروح الشباب الجديدة، وهي دي توجه إدارة النادي وتوجه مجلس إدارة النادي. فأنت النهاردة يمكن كابتن محمود الخطيب بدايته خالص من البداية خالص، أول لما جينا عشان خاطر نتكلف الإدارة التنفيذية طلب حاجات معينة، وأنا يعني متذكرها كويس جدا، الانضباط وعودة الانضباط للنادي وعودة الروح بين الإدارات، وإزاي نحافظ على الدورة المستندية والورقية، وخصوصا إن احنا شغالين النادي الأهلي مش قطاع خاص، النادي الأهلي مؤسسة كبيرة جدا جدا جدا. فالحمد لله رب العالمين. يمكن من ضمن الحاجات اللي احنا يعني كانت الهدف الأساسي لينا إزاي نحافظ على الانضباط ونعيد للنادي الأهلي الحركة السريعة جدا في انضباطه للنادي الأهلي الناس متعودة عليه، وده كان بداية اختيار السيد اللي هو حسن مسعود بخبراته السابقة بوجوده داخل النادي بحرفيته في العمل، وخصوصا اللي هو كان في يوم من الأيام كان قائم بعمل مدير تنفيذي في النادي الأهلي، وأنا كنت شرفت اللي أنا اشتغلت معاه قبل كده، وبرضه يعني ليه خبرة كبيرة جدا جدا في قطاع مدينة نصر، يمكن أعضاء مدينة نصر حسوها خلال السنة اللي فاتت في 2018. فطبعا أنا بوجه له الشكر الجزيل الشكر على المجهود اللي بذله معانا خلال 2018، ومستنين منه جديد، وهو ده اللي احنا قلناه النهاردة في الاجتماع. وأنا متأكد اللي هو الفترة اللي جاية حسن بيه مسعود هيقدم بفريق العمل اللي معاه هيقدم جديد لمدينة نصر وهيقدم جديد لأعضاء مدينة نصر، وخصوصا اللي هو يعني زي ما بنقول يعني هو حسن بيه مسعود أهل مدينة نصر أو فرع مدينة نصر، لما تيجي تدور على افضل العناصر اللي موجوده اللي ممكن تديله خبره هو سيد اللواء حسن مسعود. وفي نفس الوقت برضه من ضمن منهج المجلس الاداره ازاي يبقى فيه عناصر شبابيه بتخش جديده، ازاي يبقى فيه دم جديد بيخش جديد في الاداره التنفيذيه، ازاي بتعد كوادر عشان خاطر النهارده يبقى فيه محمد مرجان مدير تنفيذي في مكان النهاردة أكتر من واحد يبقوا جاهزين يتولوا إدارة تنفيذية، إزاي مدير فرع يبقى عندي أكتر من واحد يتولوا إدارة الفرع، وهكذا على مستوى الإدارات كلها، وخصوصا أنت بتركز دايما وده النادي الأهلي على أبناء النادي الأهلي اللي هم عايشين في النادي الأهلي. فطبعا ده كان اللي هو حسن مسعود، وطبعا نفس القصة الشيخ زايد كان اللي هو محمود الفشاوي على المجهود اللي بذله والمجهود الرائع اللي بذله هناك في الشيخ زايد، وده شهادة أعضاء جمعية عمومية، شهادة عاملين، شهادة إدارة موجودة. فطبعا ده برضو كان لازم نوجه له الشكر لأنه عمل مجهود غير عادي. وفي نفس الوقت طبعا أخويا خالد مرسي هنا في مقر الجزيرة بروح العمل اللي اشتغل بيها، هو الفريق العمل اللي معاه بروح التيم وورك اللي اشتغل. لأن هرجع أقول تاني يعني ما ينفعش النهاردة تشتغل وتنجح وانت لوحدك، عشان كده احنا النهاردة عملنا أول لقاء في نهاية سنة وبداية سنة، وأنا كنت أول حاجة بقول لهم بشكر أصغر عامل في كل فرع ما قدرتش أقعد معاه النهاردة، لأن هو أتمنى إن أنا أقعد مع الناس كلها بس ما أقدرش أقعد معاه، فبوجه لهم الشكر وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، من أصغر عامل لغاية كل مدير فرع وكل مدير إدارة تعب في النادي الأهلي. وخصوصا يمكن إحنا أهم أحداث في 2018 والإدارة التنفيذية فعلا ساعدت بيها جدا جدا رغم وبذل فيها مجهود جامد جدا جدا هي لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وعلى ما أعتقد أو أدعي اللي احنا الحمد لله رب العالمين نجحنا في تنظيم، نجحنا في توفير الراحة للأعضاء، نجحنا في اللي يبقى يوم الناس بتحس فيه في احتفالية وبتحس فيه بمشاركة فعالة اللي هي بتحط دستورها اللي هتمشي عليه النادي الأهلي اللي احنا كل طول عمرنا بنحلم اللي احنا عندنا لائحة نظام أساسي. وده من ضمن الاولويات انا شايف اللي ضمن الاولويات لمجلس الاداره اللي هو فعلا الاداره التنفيذيه اللي موجوده الحمد لله رب العالمين نفذت استراتيجيه مجلس الاداره ونفذت رؤيته في كان اهم ملف 2018 لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي اللي تلاها على طول الجمعيه العموميه الاولى على لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، وده كان شرف لاي حد وفخر لاي حد. فالحمد لله رب العالمين ده من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. طبعا انا كنت لسه بقول لهم قلت لهم احنا السنه اللي فاتت 2018 يمكن مليئه بالاحداث على المستوى الخارجي او المستوى الداخلي نجحنا فيها الحمد لله رب العالمين، واحنا نجحنا عشان سبب واحد برضو انا بدعيه اللي احنا لغينا الاداره المركزيه او المركزيه في النادي الاهلي في الاداره. الحمد لله رب العالمين بقى كل فرع مستقل بذاته، كل فرع والمدير هو المدير التنفيذي، وانا بقول اللي هو كل مدير في كل فرع احسن من محمد مرجان واحسن من المدير التنفيذي لانهم كلهم مديرين تنفيذيين لاماكنهم. فلغينا المركزيه دي، لغينا المركزيه في الفروع، وان شاء الله الفتره اللي جايه برضو هنلغيها اكتر من كده كتير جدا، ندي الحريه للادارات مع الحفاظ على انضباط العمليه الورقيه او طبقا للوائح والقوانين. من الاخر
لازم ننفذ لوحة قانونية، لأن في الآخر أنا مش مؤسسة خاصة، أنا مؤسسة بترجع للرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤسسة بترجع لوزارة الشباب والرياضة، لجنة أولمبية، فيه جهات رقابية كتير بتراقب عليه. فإحنا كل قصة عايزين نعمل كل حاجة، بس في نفس الوقت مع احترام القانون ومع احترام اللوائح المنظمة في الموضوع ده وفي هذا الشأن. فالحمد لله أنا شايف إن إحنا فريق عمل نجح الحمد لله. الأنجح برضو النجاح برضو اللي يحسب لمجلس إدارة النواب الأفرع، ودي كانت أول مرة تتعمل السنة دي، نائب لفرع مدينة نصر، نائب لفرع الجزيرة، نائب لفرع الشيخ زايد، ويمكن احنا ما عملنا نواب ومجلس إدارة اقتنع بيها. برضو نفس القصة في سياسة مجلس الإدارة، اللي انت ازاي عندك كوادر موجودة، ازاي عندك كادر النهاردة بتعده يصلح اللي هو يكون مدير فرع، وبتدي له فرصته مره واثنين وثلاثه، ازاي النهارده تستعيد. وانا اللي كنت لسه بكلمهم النهارده، الناس ما تستعجلش على الخطوه الجايه تبقى مدير، لان انت خلاص انت ما زلت النهارده موجود نائب او موجود مدير اداره، عندك فرصه تبقى نائب، عندك فرصه تبقى مدير، لكن لما بتبقى مدير الفرصه خلاص بالنسبه لك، الغلطه زي ما بيقولوا الغلطه فورا. فانت الناس ما تستعجلش، انت النهارده انا مدير تنفيذي، انا قبلها كنت مدير مقر، قبلها كنت مدير جهاز سباحه، قبلها منتخبات، فالنهارده انت مدير تنفيذي خلاص ما بقاش عندك سقف، السقف بعد كده، فما نستعجلش. فعشان كده احنا بنقول دايما التيم وورك، ونقول دايما الروح الجماعيه هي اللي بتنجح، واحنا الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل هذا الكلام الحمد لله رب العالمين. وبنتمنى الفتره اللي جايه يكون فيها يعني مجهود اكتر من كده، ويبذل اكتر من كده باذن الله مجهود. فاللي اقدر اقوله في 2018 يعني على مستوى الداخلي احنا عملنا عقد انضباط تاني للنادي بشكل كويس الحمد لله، قدمنا يعني خدمات للاعضاء ممكن يكونوا منتظرين مننا اكتر من كده، بس الحمد لله رب العالمين احنا قدرنا على قد المستطاع اللي احنا نقدم الخدمات للاعضاء اللي هم محتاجينها. الحمد لله برضو ابتديت تشوف الرضا من اعضاء الجمعيه العموميه على كافه مستويات الاعضاء الجمعيه العموميه، مفيش حاجه اصل ده فئه معانا مع المجلس وده ضد، لا احنا النادي الاهلي طول عمره مفيش معارضه، النادي الاهلي طول عمره الانتخابات بتخلص، النادي الاهلي بيشتغل كله روح واحده، عائله واحده، الاعضاء الجمعيه كلهم لهم حقوق متساويه زي بعض. الحمد لله نجحنا في هذا الكلام على قدر المستطاع، احنا مش هقول ان احنا يعني المثاليين، لا احنا بنتشغل على قد ما بنقدر وبنحاول نلبي الطلبات على قد ما نقدر، لكن الميزه الوحيده وانا قلتها لهم يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتقال اللي انت النهارده لاول مره في تاريخ النادي الاهلي على مدار ال 24 ساعه المديرين متواجدين، اقل مدير موجود 14 ساعه النهارده في اليوم او 16 ساعه في اليوم النهارده، مديرين النهارده كانت بتشتغل داخل النادي وبتطلع تنظم مباريات خارج النادي، وانت شفت المجهود بتاع تنظيم المباريات والجماهير قد ايه، انت ترضي كل الاطراف داخليا وخارجيا بحفاظ النادي الاهلي، بالحفاظ بروح النادي الاهلي، بالحفاظ بمبادئ وقيم النادي الاهلي، ما بتعملش خلل. لو انت ما عندكش روح الفريق الواحد اللي شغال في القصه دي عمرك ما كنت هتاخد خطوه لوحدك. فانا بقول الحمد لله اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا، اللي انا يعني معايا مساعدين او معايا مديرين، مش هقول مساعدين، هم كلهم مديرين وكلهم اساتذتنا، انا حسن بيه مسعود استاذي واستاذ تلوى الفشاوي استاذنا، فكلهم يعني مديرين، فريق عمل قوي هو ده اللي نجحنا، فربنا يسهل ان شاء الله. في قرارات خطوه النهارده في الاجتماع؟ لا احنا بس اهم قرار اخذناه ازاي نقدم جديد في 2019. لان هو موجود صعب جدا، انت 2018 قدمنا حاجات كتير الحمد لله رب العالمين، طب ازاي نقدم جديد؟ وفي نفس الوقت تعالى بقى انت النهارده في مجلس اداره عنده استراتيجيه معينه، وفي نفس الوقت انت النهارده النادي الاهلي مؤسسه كبيره جدا هدفها الاساسي النادي الاهلي للرياضه البدنيه. كويس. طيب انت عندك قطاع كوره محتاج مصاريف، عندك قطاع نشاط رياضي 19 لعبه محتاجه مصاريف، عندك قطاع خدمي محتاج مصاريف. لو الناس مش عارفه الحجم دوت، احنا قعدنا بس الفتره اللي فاتت درسنا كمية القرارات اللي مجلس إدارة أخذها عشان خاطر لصالح القطاع الخدمي، احنا تعدينا ال 42 مليون جنيه. ليه؟ من أعمال صيانة على مستوى ثلاث فروع، لتطوير، لإيفنتات أنت بتعملها، لحركة يعني أنت عايز تحسس العضو اللي هو النهارده فيه اهتمام قوي جدا بيه، اللي هو بدل ما يخرج بره لا النهارده بيجي يقعد في النادي، بيلاقي شاشة بيتفرج عليها، بيلاقي خدمة، بيلاقي منافس، بيلاقي حاجات متنوعة، بدل ما اخرج بره ابن الصغير ده لا انا هو طول ما هو جوه النادي انا مطمن عليه. فاحنا المصاريف السنة اللي فاتت كانت عالية جدا جدا، وفي نفس الوقت انت عايز تشتري لعيبة كورة، عايز تشتري لعيبة في النشاط الرياضي على مستوى الالعاب، فحجم المصاريف اللي بتصرف كبيرة جدا جدا. فاحنا قلنا السنة دي ازاي بنحافظ على نفس القصة، مش هقول هنقلل من مصروفاتنا، لا احنا بنحافظ على نفس القصة واقدم جديد، وازاي استغل اللي عملته السنة دي ابني عليه.
ملغوش خالص، ازاي يبني عليه السنه اللي جايه. وهو ده الخطه الاساسيه والهدف الاساسي للمديرين الفروع ونجاحهم ان شاء الله باذن الله في التيم العمل اللي هشتغل معاه، ازاي اقدم مقترحات جديده، نبدا ناخد موافقاتنا من المكتب التنفيذي، نبدا ناخد موافقاتنا من مجلس الاداره، ونبدا على الفور نتحرك فيها، نشوف كل اللي فات احنا جمعناه وعملنا له حصر بشكل محترم جدا عشان نبدا 1/1/2019 بدايه الموسم عند حضرتك في 2019 هي اجازه نص السنه. وفعلا سياده اللواء الحسن مسعود قال في اقتراح هو هيقدمه خلال الايام الفتره اللي جايه، وده برده اللي بنعمله على مستوى النادي. لو حسن بيه مسعود هذا الاقتراح تم التوافق فيه على مستوى الثلاث فروع، احنا هننفذ على مستوى الثلاث فروع، لان احنا النهارده زي ما بقول لحضرتك احنا لغينا المركزات مش اسمها جزيره ومدينه نصر والشيخ زايد، كله سواسيه، كله له حقوق، كله له واجبات، كله لازم يخش يلاقي ستاندر واحد. النادي الاهلي هتخش في الجزيره هو، هتخش في مدينه نصر حاجه واحده، هتخش في الشيخ زايد مستوى النظافه على مستوى واحد، مستوى المنافذ يبقى واحد. هقول لاعضاء الجمعيه العموميه لو في تقصير ال 2018 اكيد بيبقى خارج الاراده، لان كل الناس عايزه تشتغل وكل الناس عايزه تبذل مجهود، فاتمنى ان شاء الله ان احنا نتلافى الفتره اللي جايه. يمكن ربنا انعم عليا ان انت اشتغلت مع ناس في الدوله، ناس مسؤوله، مع ناس كبار، ناس رموز. يعني انت لو تيجي تتكلم في مجال الرياضه، انت كنت قاعد في يوم من الايام بتشتغل مع كابتن حسن حمدي، بتشتغل مع كابتن خطيب، ويمكن انا مش هقدر اتكلم على كابتن خطيب لان هو موجود دلوقتي رئيس مجلس اداره، فهيقول لك اصل بيك. لا، فانت قعدت في يوم من الايام على ترابيزه وانت عندك 37 سنه، كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب، مهندس هشام سعيد، صفوان ثابت، استاذ ابراهيم صالح الله يرحمه، قامات موجوده انت بتشوفها ازاي بتتعامل. خلاص اتعلمت منهم حاجه واحده، يعني كابتن حسن حمدي وكابتن خطيب اتعلم منهم حاجه واحده بس، اعمل الصح وارمي بقى كله ورا بعض. طالما بتعمل الصح انت هتزعل، خلاص انت حر، لكن انت طالما بتعمل الصح وعارف اللي هو الصح استحال عمرك هتزعل. خلاص، فانت في نفس الوقت انت بتحاول ما بترضيش البني ادمين، انت بترضي ربنا سبحانه وتعالى. بعمل الصح. وتفرق في شغلك بين الشده اللي حضرتك بتقول عليها كده وبين الحالات الانسانيه وبين المشكلات الانسانيه، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع المديرين. احنا النهارده بشر، انا نازل من بيتي عندي مشاكل في البيت، عندي مشاكل في اولادي، عندي مشاكل في مدارس، عندي ازاي تبقى انت ناجح تقرب منه في المشاكل دي، ازاي انت تحاول تحل له مشاكله. لو هو حس بيك انت بتحل له مشاكله اكيد لازم يحبك، لازم يحترمك. طب قبل ما اقول لك النهارده التزم في شغلك، لازم اكون انا ايه؟ لازم اكون ملتزم. هقول لك تعالى بدري وانا ما بجيش بدري، طب ازاي؟ هقول لك انت اقعد معايا انا قاعد النهارده وانت يعني وانا مش موجود، طب ازاي؟ ما هو انت لو انت موجود في فرق بين المدير وفي فرق بين يعني زي ما بيقولوا يبقى قائد في مكانه او قائد في شغل، لازم تبدا بنفسك الاول. انت طبع على نفسك اللي انت عايز تخلي الناس تشتغل، طبع على نفسك الالتزام، طبع على نفسك الانضباط، طبع على نفسك بقدر الامكان، العدل ده صفه من صفات ربنا سبحانه وتعالى، بقدر الامكان تكون عادل للناس، بقدر الامكان ما يبقاش فيه اهواء شخصيه. احنا الحمد لله رب العالمين زي ما انتم شايفين على مستوى الثلاث فروع احنا بنحتفل بعيد راس السنه وبعيد الكريسماس. عندنا دلوقتي النادي الاهلي مركز في حاجه واحده، قطاع كره القدم، ولنا سبورت لقطاع كره القدم، للجهاز الفني الجديد، لرئيس مجلس اداره المتولي هذا الملف، كلنا سبورت ليه. فانت بتحاول الاول نقفل القصه دي بالكامل، واكيد ان شاء الله باذن الله اي انتصار بيحصل هو ده الاحتفاليه بتاعت الاداره، هو ده الاحتفال بتاع اعضاء الجمعيه العموميه، هو ده احتفال بتاع جمهور النادي الاهلي. النهارده في ناس تقول لك ما تجيبش كرسي وما تجيبش وما تجيبش، بس نعمل الفريق، هات في كره اليد، هات في الباسكت. هو ده السياسه اللي كابتن خطيب النهارده بينتهجها مع النشاط الرياضي بالذات. كل بطوله زي ما انت شفت احنا من 3 ايام واربع ايام الاهلي باسكت مرتبط رجال وسيدات، الحمد لله رب العالمين دوري مرتبط رجال وسيدات، فدي خطوه بتنسيك بقى كل التعب وكل المجهود وكل القصه دي كلها. ربنا يسهل، انت بتطور في قطاع كره اليد، جايب مدير فني اجنبي في قطاع السباحه، في على مستوى القطاعات كلها. فانت الحمد لله احنا مكتفيين السنه دي، بس ان شاء الله باذن الله الاحتفالات او مظهر الاحتفالات اللي احنا عملناها لاعضاء الجمعيه العموميه، بنهني اخواتنا الاقباط باعياد الكريسماس واعياد الميلاد المجيد، وتبقى سنه جميله عليهم ان شاء الله باذن الله. وزي ما بقول لك احنا هنركز باذن الله في الايفنت بتاع نص السنه باذن الله، عشان خاطر نقول لاعضاء جمعيه عموميه قضوا نص السنه معانا في ظل الظروف اللي موجوده، في ظل الظروف لا تعال قضي معانا في الثلاث فروع، هتلاقي كل حاجه باذن الله
الولد الصغير هيبقى مبسوط، رواد النادي الاهلي هيبقوا مبسوطين، كافة الاعمار السنية هتلاقي اللي بيخدمها في النادي الاهلي ويكون متواجد. وفي نفس الوقت طول ما ابني موجود هرجع اقول تاني في النادي انا مطمن عليه، احنا اتربينا كده. وكل سنة وهم طيبين اعضاء الجمعية العمومية وجميل النادي الاهلي والعاملين بالنادي الاهلي. الجمعية العمومية مستنية منكم كتير، الجمعية العمومية منتظرة منكم مجهود اكتر. من اصغر عامل ليك دور مهم جدا جدا لغاية المدير، لغاية رئيس مجلس ادارة. شوف رئيس مجلس ادارتك بيعمل ايه، غصب عنك لازم هتعمل، هتشتغل زيه، غصب عنك لازم هتحب نادي، غصب عنك لازم هتيجي على نفسك عشان خاطر النادي الاهلي.